أهلا بكم. علمنا التاريخ أن الحروب تعجل بظهور النتائج، وهذا ما حدث مع حرب الريف، حيث بينت الانقسام الموجود داخل المؤسسة العسكرية الإسبانية بين تيارين: تيار يدعم التدخل في المغرب ويرى أن تلك فرصة لاستعادة أمجاد إسبانيا في أمريكا اللاتينية، وفي نفس الوقت يرى هذا التيار بأن التدخل في المغرب يسمح بالارتقاء السريع داخل المؤسسة العسكرية من خلال تحقيق الانتصارات، والتيار الثاني يرفض التدخل في المغرب ويقول بأن المشاكل الحقيقية توجد في إسبانيا وليس في المغرب. هذا هو الإشكال الأول الذي أفرزته حرب الريف. الإشكال الثاني الذي أفرزته حرب الريف درجة الفساد داخل المؤسسة العسكرية الإسبانية، حيث تبين بأن الأدوية والمؤونة لا تصل إلى المخيمات، تبين أن الذي يدفع الرشوة لا يأتي إلى المغرب، وكل هذا كشف عنه التقرير الذي أمر البرلمان بإنجازه بعد الهزيمة في معركة أنوال. بعد هذه الهزيمة أنجز تقرير مهم جدا. هذا التقرير بيّن أن الجنود الذين كان يفترض أن يكونوا في المغرب أثناء معركة أنوال هو 20,000، وبما أن الذين قتلوا حسب التقرير في معركة أنوال هو 13,000، فالباقي هي 7,000. فلما تم الإحصاء فقط عثر على النصف، فتبين أن النصف الآخر لم يلتحق أبداً بالمغرب، إما لأنه دفع رشوة ولم يأتي، أو لأنهم كانوا يشتغلون في مشاريع اقتصادية لكبار الضباط. التقرير كذلك بيّن أن عدد من المسؤولين الكبار متورطين في الهزيمة، لكن قبل أن يقدم التقرير أمام البرلمان بخمسة أيام وقع انقلاب عسكري، هو واحد من أغرب الانقلابات في القرن العشرين. هو لم يكن انقلاب ضد الملكية، بدليل أن الملك ألفونسو الثالث عشر تواطأ مع زعيم الانقلابيين بريمو دي ريفيرا، وإنما كان انقلاب ضد الديمقراطية. تم حل البرلمان، إلغاء الأحزاب السياسية، حل حتى الوزارات غيرت بمؤسسات إدارية، وكان قائد الانقلابيين بريمو دي ريفيرا يقول بأن إسبانيا رجل مريض وأنها تحتاج فقط إلى جراح ماهر لتصل إلى العلاج. ولكن الأمور لم تكن بهذه البساطة، كما قال المؤرخ ريكاردو دي لا سيربا، إسبانيا لم تكن آنذاك رجل مريض، وإنما كانت جثة هامدة ولا تحتاج إلى طبيب ماهر، وإنما تحتاج إلى معجزة. حرب الريف زادت الأمور توترا مع تقدم الوقت، لأن الدكتاتور بريمو دي ريفيرا أصبح رهينة الماريشال يوطي بعدما دخلت فرنسا في الحرب. أدرك أن الأمور تتجاوزه، أن اللجنة التي يشرف عليها هو والملك لم تعد تستطيع أن تفعل شيئا، فقدم استقالته. آنذاك قام ألفونسو الثالث عشر بالخطوة التي كانت بمثابة نهايته، لأنه عين عسكري آخر هو داماسو بيرينجر على رئاسة الحكومة، وهذا الشخص لم يكن يحظى بأي مصداقية، لأن التقرير البرلمان سالف الذكر جعله مسؤول على ما وقع في الريف. أخطاء كبيرة ارتكبها لما كان مفوض سامي بتطوان. آنذاك دعا إلى انتخابات فقاطعتها كل الأحزاب السياسية، وأدرك ألفونسو الثالث عشر أنه لم يعد له مكان في إسبانيا، فرحل إلى الملفى، وتم إعلان الجمهورية سنة 1931. إذن لاحظوا هذه الأطروحة التي نحاول أن نشرحها: علاقة المغرب بالسياسة الداخلية في إسبانيا، حرب الريف كانت سبباً في إعلان ديكتاتورية، وإعلان ديكتاتورية كانت سبباً في سقوط الملكية في إسبانيا. وللحديث صلة.